بيطمنك في الصورة كده ان ولادك حبوا معاك وبدأ ماشيين معاك في الطريق. في كلمة غريبة اوي او في آية ملفتة للنظر لما بيحكي ربنا وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وبيحكي عنهم النعيم اللي هم فيه وبعدين بيقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الحوار اللي هيدور ده شكله ايه؟ دول في الجنه بقى، دول في الجنه المفروض اهل الجنه يعني، هل بياخدوا يدوا مع بعض في الكلام وبيفكروا بعض بايام الدنيا؟ الكلام اللي جاي من ضمن الحوار غريب قوي. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا اللي هذا الموضوع. طيب الموضوع ده بقى يستوقفك في حاجتين. اللي وصلهم للمنزلة دي والدرجة دي انه خد ولادهم معاهم وبعدين يطوفوا عليهم ولدان مخلدون او غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض. ايه اللي وصلهم لكده؟ حاجتين الخوف والدعاء. بس اقبل بعضهم على بعض ايه؟ يتساءلون كأن بيقولوا شوف احنا ايه النعيم العظيم ده؟ ايه اللي وصلنا لكده ده؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ كأن كده يعني، ها؟ كأن سؤال كده. ايه النعيم ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ والله ما طبعا. اصل احنا كنا في الدنيا بنخاف منه. وكنا دايما ندعو. بس. طب ما كده بقى، طب ما سهل. يبقى بنخاف زي ما بيقولوا. يبقى الانسان رغم الاطمئنان اللي قد يعتريه في بعض اللحظات او الاطمئنان اللي احنا بنشوفه ساعات في تأملات بعض الايات ما ينسيناش ابدا انه العبرة بالخواتيم وان الانسان لا يضمن ما في الغد فيواظب دائما وابدا على الاشفاق وعلى الدعاء. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لا أجمع على عبدي خوفين أو أمنين أبدا، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. يبقى لازم نخاف. وبعدين إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.